200 سنة وأنا سونيك الصاروخ، يس يس. ولكن وجود سبايدر مان إكسي، وجود البطل الخارق حركات، وكمان وجود أبطال خارقين كتير، وإيه قصة مواجهة الأبطال الخارقين ومين اللي هيفوز فيها؟ وسونيك لكن بقوة سبايدر مان، وكمان بقوة سبايدر سونيك المجمد، يس يس. أنا مش عايز أحرق عليكم، بس يلا انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا بالقناة عشان تفرحوا بعلي، ويلا بينا ليتس جو. هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ أنا لازم أمشي بدري عشان كل المدينة فيها أبطال خارقين أشرار، وأنا خايف أي بطل شرير يجي يضربني، عشان كده أنا لازم أقفل المحل. الحمد لله كده خلصت كل حاجة. إيه ده؟ الموبايل بتاعي بيرن. إيه ده؟ ده حبيبتي، خلينا أشوفها. ألو ألو، أنت فين يا حبيبي؟ أنا شكلي هولد دلوقتي، الحقني. ايه ده؟ هتولدي دلوقتي؟ إيه الجو متأخر يا حبيبتي، خليها بكرة. اللي انت بتقوله ده هو مزاجي. ايه ده حبيبتي؟ انا لازم اروح لها دلوقتي بسرعة، ربنا يستر وما نلاقيش اي بطل شرير. يلا خلينا اخد عربيتي اللامبرجيني. مش قادرة خلاص. ايه ده حبيبتي؟ انا لازم اخدها على المستشفى. يلا مش قادرة، عايزة اولد دلوقتي. طيب طيب يا حبيبتي هاخدك بعربيتي اللامبرجيني. ايه دي لامبرجيني دي؟ انا كده مش هلحق اولد وهموت. ايه بس اللامبرجيني اتحسدت ولا ايه؟ انا عارف مين اللي ادى عربيتي عين. كده مش هنلحق المستشفى يا حبيبتي، خليني بقى اخدها جري، بس انا خايف حد يسرق اللامبرجيني. وديني المستشفى، دي منظر عربيتي اتسرق، ده عربية معفنة. ما تقوليش كده على اللامبرجيني يا حبيبتي. انا هولد دلوقتي. طيب طيب اوديك اهو. ايه ده؟ ايه العربيه المعفنه اللي في طريقي دي؟ انا لازم امشي بدل ما بطل خارج شرير يجي يروقني، بس قبل ما امشي لازم انتقم من العربيه اللي وقفتني دي. يلا يا حبيبتي بسرعه. هي اتأخرت كده ليه يا دكتور؟ عربية اللامبرجيني ممكن تتسرق. لا لا سعادتك، هي بس بتاخد وقت كده عمليات الولادة، عمليات الولادة المزدعجلة دي لازم تاخد وقتها. ايه ده؟ مزدعجلة ايه يا دكتور؟ اللامبرجيني ممكن تتسرق. يلا يا حبيبتي. انت مش خايف غير العربية اللي بتلاتة جنيه؟ هي صحيح بتلاتة جنيه وكسبها في كيس الشيبس اللي هو بتلاتة جنيه، بس دي لامبرجيني برضو. ايه ده؟ انا فين؟ انا مين اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ايه ده؟ مين ده يا دكتور؟ انت مين؟ معقوله ده ابني ابو شعرايه واحده ده؟ ايه ده موبايلي بيرن؟ هو انا فين دكتور؟ الو بتقول ايه؟ عربيه اللامبرجيني فرقعت. لا ايه ده؟ هو ايه اللي فرقع بقى؟ انا عربيتي خسرتها عشان الولد ابو شعرايه واحده ده. ايه ده؟ هو انت تقريبا بابا؟ خسرت اللامبرجيني عشان شعرايا في الاخر. بابا انتوا ليه بس جبتوني هنا؟ انا كان زماني بس اندومي مع اصحابي. ايه ده انت مين؟ ايه ده دكتور صبارة في الاخر يولد واحد بشعرايا؟ صبارة هيموت من جمال شعرك. صبارة؟ ايه ده؟ هو انا شعري للدرجة دي حلو؟ ماما بعد كل التعب ده يطلع لي عيل بشعرايا واحدة؟ ماما انت ما تعرفيش ان الشعرايه دي هي اللي بتتحكم في سرعتي. ايه ده دول ماتوا كلهم للدرجات دي؟ شعري حلو؟ انا مش مصدق. ياس ياس انا سونيك. طبعا انتوا كنتوا متخيلين ان انا بعد 10 سنين هكون لسه بشعرايه واحده. نو انا سونيك الخارق بسرعتي الصاروخيه. طيب كم واحد كده كان متخيل ان انا اكون بشعرايه واحده؟ انزلوا اكتبوا في الكومنتات. وبحب اشكركم يا جيش الهلاويه، وصلنا تقريبا 244 الف اخ واخت على القناه. يس يس خلاص داخلين على ربع مليون. يلا الكل يشترك في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو ده. وانا اسف ان انا صوتي رايح شويه عشان انا تعبان بس شويه، ويلا نشوف السرعه بتاعه سونيك الصاروخيه. وي يا سلام السرعه دي. اوريك دلوقتي. ايه ده اللي بيحصل هنا ده؟ ارجوك يا سبايدر مان اعمل لي ذنب، صاحب المحل هو اللي عامل القرارات دي. قلت لي صاحب المحل، انا هوريك.
عشان ترفضوا لي طلب بعد كده. سبايدر مان اكس اي ما يترفضلوش طلب ابدا. اوه الراجل هيموت، انا لازم انقذه. سبايدر مان انت ازاي بتعمل كده؟ ايه ده سونيك؟ انقذني اموت. سونيك هينقذك، تعالى. باي باي يا سونيك. سبايدر مان انا اوريك، تعالى. لازم نخرج من هنا، تعالى. اوه نقصتك، انت بخير؟ ايوه بخير شكرا. اوه سبايدر مان كان عاوز يموتك ليه؟ وازاي سبايدر مان شرير؟ عشان ده سبايدر مان اكس اي، هو شرير وفي ابطال كمان شريره. يا ريت نخلص منهم بقى عشان مش عارفين نعيش في المدينه. انا لازم اطلع اجري على البيت دلوقتي. اوكي فهمت دلوقتي، بما اني موجود ابطال خارقين اشرار انا سونيك ولازم اقضي عليهم. بس خليني اروح للبيت بقى دلوقتي، ولازم اهزم كل الابطال الاشرار. انا العسان قوي. اوه بطل شرير، انا هزمك دلوقتي وتكون اول بطل شرير هزمك. حركات حركه وتحركه، اقوى بطل في المدينه وانا جاي لك مخصوص وبدور عليك من زمان. اوه انا سمعت فين الاسم ده قبل كده، مش فاكر. طب انت جاي لي ليه متحركه؟ الله 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 الله، هي مين دي اللي متحركه حبيبي؟ اسمي حركات حركه متحركه، اوعى تغلط في الاسم ابدا، لاحسن اصنفارك. اوكي اوكي حركه. لا 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 انت محتاج تدريب، انا لازم ادربك عشان تهزم كل الابطال الاشرار، وكمان ادربك على اسمي حركات حركه متحركه، اسهل اسم في العالم. تعال يلا عشان ادربك. يس يس، بعد 75 سنه تدريب سونيك، يس يس انا جاهز ان انا اهزم كل الابطال الخارقين الاشرار. انا سونيك الخارق. سونيك حركات حركه متحركه، في ايه؟ انت جاهز دلوقتي بعد 75 سنه لازم تهزم سبايدر مان اكس اي، وانا طبعا هتفرج عليك. اوكي سونيك ما بيخافش ابدا يا استاذ حركات حركه متحركه، يلا بينا نهزم سبايدر. بس انت ليه مش هتساعدني؟ كل الناس في الدنيا عارفه ان حركات حركه متحركه عنده حساسيه بالعناكب دهيا. وعشان حساسيه العناكب دهيا الدكتور قايل لي من مليون سنه ممنوع ان انا اقترب من اي عنكبوت. من مليون سنة؟ ده انت بطل خارق قديم بقى، انت عندك كام سنة دلوقتي؟ انا عندي 14 سنة. يلا بينا عشان نهزم سبايدر مان اكس اي. وي يس يس، سرعة سونيك صاروخية. هو فين مكانه حركات حركة متحركة؟ ان شاء الله كامل على طول. كامل على طول. اوكي اوكي شمال. اوكي هو ده المكان؟ ايوه هو ده. ودلوقتي سبايدر مان اكس اي، تعالى هنا سونيك جالك. انا لازم انزل بقى عشان عندي حساسيه للعناكب. انا ليه حاسس ان انت خايف من سبايدر مان والعناكب؟ انا ما بخافش ابدا، انا اقوى بطل خارق، بس العناكب بتعمل لي حساسيه خطيره برضه. عندك حساسيه يعني، ماشي. سبايدر مان اكس اي لسه فاكرك من 75 سنه، واحنا هنا عشان نقضي عليك. الله 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 الله، انت ليه بتقول احنا بس كده يا سونيك حبيبي؟ انت اللي هتقضى عليه، انا مش موجود اساسا. الله يسلم عليكم. حركات، ايه ده حركات يا جبان؟ كل انزل اكتب لي في الكومنتات حركات كان خايف ولا لا. دلوقتي يا سبايدر مان اكس اي انا اوريك قوه سونيك. امسك. انت بتحلم ان قوه العنكبوت تيجي فيا، انا سونيك. ودلوقتي يا سبايدر مان اكس اي جيم اوفر، امسك. يس يس هزمته. اي حركات يا جبان؟ يا ابني انا مش جبان، عندي حساسيه للعناكب وكل الناس عارفه كده. اول اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتات، وعنده حساسيه للعناكب ولا بيضحك عليا؟ عندي طبعا العناكب حساسيه. انا ليه حاسس ان انت بتكذب؟ ايه ده؟ طب بوش بقى، يلا سلام عليكم. انا ايه ده هو جري ليه؟ الو الو هو خاف ليه؟ هو ليه بيخاف كده؟ انا مش عارف هو بيخاف من ايه، بس انا خلاص هزمت سبايدر مان. عنكبوت اجري. ايه ده عنكبوت فين؟ ايه ده ساعدني ساعدني حركات العنكبوت على دماغي. يا نهار احوش العنكبوت قرصه. انا ممكن اضرب العنكبوت ده اول، بس ما يعني ايه بعد ما عندي حساسيه للعناكب مش خاف العنكبوت طبعا. مش شايف كويس ليه؟ انت بخير؟ يا جبان يا ابني عندي حساسيه للعناكب انا.
انا بخير. ايوه اوه ايه ده؟ الله ايه ده؟ انت بقيت سبايدر سونيك؟ اوه سبايدر سونيك؟ اوه ماي جاد ايه ده؟ اوه يعني انا دلوقتي سونيك وفي نفس الوقت سبايدر مان؟ يا ريت انا اللي كنت اقراسي بالعنكبوت ده اول. انت بتقول ايه يا ابني؟ يا ريت انا اللي كنت اقراسي بالعنكبوت. اوه يعني انا دلوقتي سونيك وسبايدر مان؟ ايه الحماس ده؟ اوه 150 سنة وانا مع الكائن اللي اسمه حركات حركة متحركة ده بيخليني احارب الاشرار وهو ما بيساعدنيش خالص. يا ابني انا قواتي مدبرة، لو انا اتدخلت هدمر الكوكب كله. اوه هدمر الكوكب ازاي؟ هدمره بقى جاب هدمره بقى جاب مش عارف انت اهلا كجلي. انت بتقول ايه يا ابني؟ ما انت ما تدققش في حاجات انت مش فاهمها. حاضر حاضر. طيب وعدني بقى ان الاشرار بعد كده هتحاربها معايا. وعدي يا سيدي، اي شرير هطلع لك بعد كده لازم ابقى عليكم انا. اوه وقال سلام عليكم، يبقى اكيد شاف حاجه شريره. سبايدر سونيك، انا جاي هنا عشان اهزمك. اوه مين ده؟ انا الرجل المجمد. اوه الرجل المجمد اللي بيتحكم في قوه التجميد، انا بدور عليك من زمان عشان نهزمك انا ما تجيبش سيرت يا حبيبي، انا ماليش دعوه بالمشاكل. اوه انت ليه بس جبان؟ قوه التجميد المدمره للرجل المجمد. امسك. بيضربني بقوه التجميد حركات. بص بقى انا عندي مذاكره. سلام. مذاكره انا اوريك. انت شكلك نسيت ان انا سونيك وفي نفس الوقت سبايدر مان، عشان كده امسك. ايه ده؟ ايه خيوط العنكبوت دي؟ ايه ده؟ قوه التجميد ودلوقتي قوه الشعاع لسونيك. امسك. ايه الشعاع ده؟ لازم تموت. امسك. هزمته اخيرا. اللي في دماغي ده. ايه ده؟ انا ذاكرت كتاب الدراسات الاجتماعية وانتوا كنت لسه بتتخانقوا. ايه ده سونيك، انت بقيت عامل كده ليه؟ انت نصاب وجبان. ايه ده، انت بقيت سبايدر سونيك المجمد. سبايدر سونيك المجمد؟ انت بتقول ايه؟ انت دلوقتي خدت قوة التجميد بتاعت الراجل المجمد. يعني انا دلوقتي معايا قوة التجميد للراجل المجمد وكمان قوة سبايدر مان وقوة سونيك. واو. اوه 200 سنة وانا سبايدر سونيك المجمد. يس يس خلينا نروح البيت بسرعة. وي ها ها. ايه ده؟ حركات في ايه؟ دلوقتي يا سونيك اقوى شرير انت لازم تهزمه. شرير؟ مين ده الشرير اللي جاي لسبايدر سونيك المجمد؟ انا هوريه. فين ده الشرير حركات؟ بصراحة كده يا سونيك انا الشرير. ايه؟ انت الشرير؟